ست ام كريم، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلمك من كل سوء ومكروه. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ، اتفضلي يا امي. وجاوبني عليهم ربنا يرضى عليا. على راسي ويرضى عنك يا رب. ليه يا اخواتي؟ بالراحة يا امي، بالراحة بالراحة، معلش. ليه يا اخواتي؟ ما كان في بعض. انا مش سامع يا ست ام كريم، بالراحة عشان اسمع يا امي. ليه يا اخواتي؟ هو كان في بعض وجد والبيت جبل بعضها. لا انا مش سامع ومش فاهم يا امي. البيوت جبل بعضها. ليك ليك اخوات يا منهم؟ فضيلة الشيخ، واحد بدال ماشي في وسطهم عمال يوجع ما بينهم ويقولوا ده اخويا التاني عامل عمل لمرات ابن اخويا التاني، عمل على الرحم عشان ما تخلفش. هو كان في بعض جامد، فادعي لهم ربنا يرضى عليه. حاضر حاضر حاضر. والسؤال الثاني، امي كانت الله يرحمها ميتة بقى لها ايدي 8 سنين، شالها من التربة القديمة حطها في الجديدة مع الاطفال. لا بالراحة، ايه ايه بالراحة بس. امي ميتة بقى لها ايدي 8 سنين. 8 سنين تحللت يا امي؟ تحللت العظم، تحلل واللحم. يا فضيلة الشيخ، طيب. بس وهم بيشيلوها كانت بحالها بمظبطها في الكهف، طيب فطبعا شالوها حطها في تراب الاطفال. طيب. عشان التراب دي لسه جديد، عشان كان المفروض عشان التراب يكفنوها. اتملت، عشان التراب اتملت صح؟ لا هم كانوا بيوضبوهم، طيب ماشي. ها فكانوا المفروض يكفنوها تاني ويحطوها، ولا طيب. يحطوه العظم وخلاص. حاضر حاضر يا امي، حاضر يا امي. حاجه تاني؟ بالله عليك يا شيخ تدعي لاخواتي حاضر بالهدايه. حاضر حاضر. وعندي بنتي تعبني قوي برضه، لسه داخله اولى ثالثه ثانوي السنه دي وتعبني خالص. حاضر حاضر. ادعي لها ربنا يرضى عليك. حاضر 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 يا امي، من عندي قبل عندي. حاضر خدام يا امي. خليني اوجه كلمه لاخواننا بتوع الاعمال. من حوالي بتاع 4 شهور جاني زوج فاضل ومعه زوجته ومعه امه، كانت ست فاضله جدا وست نحسبها على خير. والبنت اللي هي الزوجه مصرة إن حماتها عاملة لها عمل. طبعا سمعت منها وكلام كله أوهام ودجل، وبعدين كلام لا يتحمله أحد. مين اللي قالك؟ قالت لي الشيخ فلان والشيخ فلان. طبعا مش مشايخ ولا حاجة، فطبعا هاتوهم أهلا وسهلا، اتفضلوا كل واحد على حدة فيهم، أقم الدليل إن الست دي. قال لي الجن. قال لي بدأت نظره، أنت بتصدق الجن؟ قال لي آه. قلت له إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبو هريرة إنه كذاب وإنه هيرجع. ها وآخر مرة قال له صدقك وهو الكذوب. أدي أول حاجة. النقطة الثانية، أنت بتسخر الجن؟ قال أيوة. قلت له طب ما أنت مش عارف إن ده فعل كفر. المهم في النهاية والله شاهد على كلامي، تبين كذب كلهم واعترفوا بده الاثنين. لكن الآفة إن البنت ما زالت مصرة ان حماتها عامله لها العمل، واي كلام في اي كلام. وانا قلت للرجل قبل ان يفارقني، انتصر لامك امام الله وطلق زوجتك، لان الزوجه جبناها يمين شمال، ساءت لهذه المراه اساءه بالغه. كل ده من تحت راس مين؟ الدجالين والمشعوذين. عشان كده بقول للاخوات اتقوا ربنا ببعض، عودوا لبعضكم، فالدنيا قصيره، لا تهلكوها في تلك الخلافات التي تضيع الدين وتدمر الأخلاق. يا سيدي اللي صدقت الدجال، أنت كفرت بما أنزل على محمد. مجرد مروحك عشان تشوف في عمل ولا لا، ذهب نصف دينك. فإن صدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، مش أنا. أبوس رجلك، ارجع لربنا، حكم عقلك. أخوك هيضرك ليه؟ أخوك هيؤذيك ليه؟ هيستفيد إيه؟ ارجع ارجع قبل فوات الأوان.